وقفة داخلة في محطة المحطات اللي بديناها مدة على مشكل ديال التقاعد باش يدمجوا الناس المستخدمين ديال المراكز الشفهية اللي منتمين هما عندهم واحد الصندوق سميتو ايركار بغينا باش يدمجوهم في الاس ام ال بحال الموظفين ديال الدولة لأن لا يعقل بأن احنا هنا تنتبعوا النظام الأساسي ديال الوظيفة العمومية وتنجو تلتقاو وتنختلفوا فيه فيها عندها الصندوق المغربي للتقاعد وفيها عندها الصندوق ديال منح الرواتب الإيركار وهذا وكاين واحد الحيف لأن هو أنه مستثنين المستشفى بن سينا من هذا المشكل لأن كاين واحد الفصل 91 72 هو تنطلبوا التعديل ديالو لأن 71 ديال جميع الموظفين المستخدمين في إيركار وجاو الفصل 72 واستثنوا مستشفى بن سينا اللي هو بحالنا بحاله بحال جميع المراكز الشفائيه ودابا المشكل ان عندنا القانون الاساسي ديال الوظيفه العموميه وفي التقاعد عندنا تقاعد مختلف. هذه هي الوقفة العاشرة من ضمن النضالات اللي خايضين باش نربحوا هذا الرهان، الرهان ديال التقاعد اللي احنا ضايعين فيه على غرار الموظفين والمستخدمين ديال صعيد المملكة المغربية، ما عرفتش علاش هذا الميز وهذا الحيف اللي حنايا المستخدمين ديال بنو رشد على غرار الموظفين كاع ديال المملكة المغربية، عندنا تقاعد هزيل يعني كيبقى لك لو انكار ديال لو سالير ديالك، لو سالير اللي كتاخذ دابا ملي كتخرج لاغوتخيت كيبقى لك لو انكار، هذا لا يعقل. قال لك انت كتشد دابا كنتي كتشد 5000 درهم غيبقى لك 1500 اشنو غادي دير لك؟ سيرتو ان لاج مي كتكبر عاد كيكثروا الامراض كيكثروا بزاف ديال المسائل، اشنو غادي دير؟ تخلص الكرا، تخلص الماء، تخلص الضوء، تخلص لا فارماسي، با جو سي با. الحكومه الفايته كان البن كيران الله يلخط فيه الحق من هذا المنبر نقولها ليه لانه هو اللي وعدنا وعندنا رسالات ماشي كنهضر هكا مي كاينه رسالات كاين كل شيء بان قال لك مين غادي يكون سميتو اصلاح تقاعد شامل غيدخلنا حتى حنا في هذا الاصلاح ولكن غيان نيفي. دابا كنشوفوا هذه الحكومه الجايه ديال الدكتور العثماني جو سي با اسكو يل فا نو بروندغ اون كونسيديراسيون هاد الشريحه تاع الموظفين تاع المركز الشفائي بن رشد او لا حتى هو غادي يدير لا ميم شوز كو اللي مشى قبل با جو سي با. المهم اللي كان سبب في هاد الوضعيه اللي حنا كنعيشوها الله يلخذ فيها الحق وهاد الشتا اللي كتصب.